إعلام تاك. إعلام تاك، تكنولوجيا، معلومات. إعلام تاك، الإعلام الحديث، حديث وعلم. إعلام تاك مع ياسين كوداش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى ركن إعلام تك. كان سباق الفضاء أحد أشهر فصول الحرب الباردة، والذي حدث بين عامي 1957 و 1975 بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك. وكان سباق الفضاء هذا مسؤولا عن حشد مبالغ مالية كبيرة من أجل تعزيز استكشاف الفضاء. وربما تكون هذه الميزة هي الأكثر وضوحا للمهام الفضائية من خلال تنشيط الأقمار الصناعية التي لها عدد لا يحصى من الوظائف، من جعل نظام تحديد المواقع العالمي GPS إضافة إلى أشياء أخرى إلى توظيفها. وكان يوري غاغارين أول رجل يتم إرساله للفضاء. واستثمرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بكثافة في التكنولوجيا، خاصة في صناعة الحرب، حيث اكتسب الاتحاد السوفيتي اليد العليا من خلال احتلال الفضاء في أكتوبر من عام 1957، أين أطلقت البلاد أول قمر صناعي سمي سبوتنيك إلى الفضاء. وعادة ما يكون الغرض من هذه الأقمار الصناعية هو إرسال أشياء، أي خال الأقمار الصناعية والمسافة الفضائية أو المركبات الفضائية والرجال للفضاء للعمل على هذا الغزو. وكان الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية سابقا من أجل غزو الفضاء الدافع الأكبر لاستكشاف الفضاء، وهو ما أدى إلى تقدم علمي وتكنولوجي كبير بالإضافة لاكتشافات مهمة، حيث كانت دول العالم ومن بينها الجزائر من بين الدول الخاضعة لهذه الدول في مجال الاتصالات لاعتمادها اعتمادا تاما على أقمارها الصناعية، لتأتي بداية الألفية الثانية وقيام الجزائر بإنشاء أول وكالة فضائية لها وأول أقمار صناعية لها شراء وإرسالها إلى الفضاء. وعن هذا يتحدث البروفيسور سعد إسلامي من جامعة الشهيد زين عاشور بالجلفة. برنامج الفضائي الوطني الذي بدأته الجزائر تحضيرا منذ عشرات السنين عن طريق إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية. البرنامج الفضائي الوطني بدأ بإنجاز أول قمر اصطناعي في سنة 2002، أين تم إطلاق أول قمر صناعي جزائري صغير في ذلك الوقت. وهذا القمر الصناعي اللي هو ألسط 1 تبعه بعد ذلك في 2010 إطلاق القمر الصناعي ألسط 2 ألف وألسط 2 باء، هذا في 2010. ثم في 2016 وهذه الأقمار كانت محدودة المهام، يعني المهام العلمية والمهام تجميع المعلومات لاستخدامها من طرف مختلف القطاعات الوطنية. بعد ذلك في 2017 تم إطلاق أول قمر صناعي بصناعة جزائرية، يعني من طرف الوكالة الفضائية الجزائرية، وهو أول قمر صناعي جزائري صنع مخصص للاتصالات، أطلقته الوكالة الفضائية الجزائرية انطلاقا من الصين في 10 ديسمبر 2017 لتوفير خدمة الاتصالات والإنترنت، وحتى كذلك بث القنوات الإذاعية والتلفزيونية بدقة عالية جدا عن طريق هذا القمر الصناعي الجزائري. كذلك تنويع مداخيل الوكالة، يعني تقوم ببيع المعلومات التي يجمعها هذا القمر الصناعي الجزائري الكومسات، بعد إنشاء فرع تجاري تابع للوكالة الجزائرية الفضائية الجزائرية لتسويق منتجات هذه الأقمار الصناعية الخمسة التي بدأ يطلقها من سنة 2002 حتى نهاية 2017. لقد كان لتطور علوم تكنولوجيا الفضاء في الجزائر الدور الكبير في استقلالية الجزائر اتصاليا من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال برنامجها الكومسات الذي سمح لها بإرسال 4 أقمار صناعية إلى الفضاء مخصصة للاتصالات والبيئة ورصد الأحوال الجوية. البروفيسور سعد إسلامي ثانية.
كذلك هذا القمر الصناعي هي مخصصة لنقل صور متوسطة وعالية الدقة لحماية البيئة ومختلف الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية، يعني ذات طابع تجاري هذه الوكالة. قلنا تاريخ إطلاق هذا القمر الصناعي الجزائري الصنع في ديسمبر 2017، تم وضعه في مداره في يوم 18 ديسمبر 2017. سرعته 3.7 كيلومتر في الثانية، هو يرتفع على مسافة تقريبا 36 كيلومتر من الأرض. الشركة المصنعة هي الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء بالتعاون مع الوكالة الفضائية الوطنية، مهندسين جزائريين. كانت تكلفة كبيرة جدا، 250 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت في 2017. كتلة هذا القمر الصناعي هي 5200 كيلو غرام. هذا القمر الصناعي يقدم عمره الافتراضي، يعني يقدر ب 15 عام، ويوفر خدمات كثيرة مثل بث البرامج التلفزيونية والإذاعية وخدمات الانترنت الوطنية، وكذلك خدمات الفيسات ونطاق التردد KU and KA، بالإضافة إلى زيادة دقة الإشارة في نظام الجي بي اس والاس بي اس. هذا القمر الصناعي أيضا يسير الكومسات واحد من مركزين للتحكم والتشغيل، هما مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية الموجود في بوشاوي بالجزائر العاصمة، ومركز عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية كوتس الموجود في بوغزول بولاية المدية. وهذا المركزان هما مسؤولان عن مراقبة الحالة الصحية لهذا القمر، قمر الاتصالات الجزائري الكومسات واحد، من انطلاقا من المحطات الأرضية. يعني هناك قاعتين للتحكم موجودين في هذين المركزين، يراقبان هذا القمر الصناعي بشكل مستمر، ويسيران التطبيقات المتعددة الوسائط التي تطبيقات تقوم بمعالجة المعطيات التي يقدمها هذا القمر الصناعي. وعمدت الجزائر إلى تبني سياسة الاتصال المستقل لتمكين قنواتها التلفزيونية وقنواتها الإذاعية واتصالاتها والإنترنت من الاستقلالية عن التبعية للغرب أو لأي دولة أخرى كانت الجزائر مجبرة على التعامل معها في السنوات الماضية للاستفادة من هذه الخدمات. فكان الكومسات 2017 قمة الإنجاز الجزائري. تكلف مراكز التحكم والعملية الاستغلال يعني لخدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بما يلي: تقوم أيضا كما قلنا مراقبة القمر الصناعي الكومسات في مداره، التحكم في الولوج أو الدخول إلى حمولة القمر الصناعي، واستغلال خدماته للبث الإذاعي والتلفزي، وكما قلنا أيضا خدمات الفيسات في نطاق ترددي معروف. وكذلك تقوم هذه المحطات بالصيانة قمر صناعي الكومسات واحد، يعني مراقبة حالته الصحية. هذا المهندسون الموجودون على مستوى هاتين المحطتين الأرضيتين في بوشاوي بالعاصمة وبوغزول بالمدية، يعني يعملون بشكل دائم ومستقر من أجل صيانة الظروف التشغيلية للأقمار الصناعية الكومسات واحد على مدار 24 ساعة، على مدار 7 أيام في الأسبوع، مع ضمان سير الخدمات المختلفة. التطبيقات واستغلال قمر صناعي الكومسات: تم تجهيز مركز الاتصال قلنا الموجود في بوشاوي وبوغزول بمراكز تطبيقات تقدم خدمات لنقل الصورة والفيديو والإنترنت في النطاقات التردد المعروفة KU and KA، بما فيها أيضا مركز استغلال خدمات البث التلفزي والإذاعي، ومركز استغلال خدمات المحطات الطرفية ذات الفتحات الصغيرة، يعني الفيسات ما نسميه الفيسات. وهناك أيضا كما قلنا البث الإذاعي والبث التلفزي. يكلف هؤلاء المهندسون الموجودون على مستوى هذين المركزين بالإشراف والتحكم وضمان العمل المستمر للبث المستمر على القمر الصناعي الكومسات واحد ولباقات التلفزيون الوطنية العمومية بخاصية الأسدي، يعني باختصاص واحد، وعالية الوضوح يعني الأجدي، وكذلك البرامج الإذاعية لمختلف الإذاعات الوطنية، يعني القنوات التلفزية الوطنية والقنوات الإذاعية الوطنية. وتم إنشاء العديد من المحطات وتم تطويرها منذ 2017، وإضافة
لإضافتها في إطار إطلاق القنوات التلفزيونية الجديدة. ولتسيير هذه التكنولوجيا أنشأت الجزائر عدة هيئات ومعاهد ومراكز تكوين عبر مختلف جامعات الوطن، ساهمت بأبنائها ومن بينها جامعة الشهيد زين عاشور بالجلفة في تطوير هذه التكنولوجيا والعمل في مركزيها ببوشاوي وبوغزور، واللذان يؤديان خدمات كبيرة. إلى ركن آخر من إعلام تاك، تقبلوا تحيات ياسين كداش، سلام. إعلام تاك، إعلام تاك، تكنولوجيا معلومات، إعلام تاك، الإعلام الحديث، حديث وعلم، إعلام تاك مع ياسين كداش.